اهلا بكم في قناه هدى جد للكروشيه والاعمال اليدويه. برحب بكل متابعي القناه. لو اول مره تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه بعمل سبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وعمل لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد. مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. حبايب قلبي، المشروع بتاعنا النهارده ان شاء الله هننفذ مع بعض الشال الجميل دوت او السكارف دوت. هو شال مثلث بغرزه سهله جدا جدا، عباره عن غرزه العمود وغرزه السلسله. الشال بتاعنا نقدر ننفذه باي طول احنا محتاجينه، ممكن بطول متر او مترين زي ما انت حابه. لو عايزاه كبير على الظهر كده شال كبير، وممكن تنفذيه سكارف صغير يتحط على الرقبه كده من قدام بيتربط، برضو بيبقى شكله جميل جدا جدا. ده السكارف معايا اهو، هو عباره عن مثلث زي ما حضراتكم شايفين كده. السكارف سهل جدا جدا لكل حبايبي المبتدئين، هينفذوا معايا السكارف بكل سهولة ان شاء الله، والنتيجة بتاعته جميلة جدا جدا. ويلا بينا نشوف الخامات اللي احنا استخدمناها ايه في السكارف او في الشال. انا استخدمت في الشال دوت الخدة، انا لسه بصراحة شارياه من يومين بالظبط، وحقيقي كنت عايزة اعمل لكم ريفيو عنه وعن الحاجات اللي انا اشتريتها، بس من جمال الفتلة انا ما قدرتش اصبر، يعني قلت لا طب انا هشتغل بيه وبعد كده هطلع اعمل الريفيو في فيديو منفصل. الخيط ده هو ده خيط ستوك لندن، والخيط هنا تركي، والمفروض ان البقره هنا معايا 100 جرام وبتديني 250 متر، لكن انا وزنت البقره دي لقيتها عامله 148 جرام، فيعني هي يعني مقاربه على ال 150 جرام، فطبعا البقره حلوه مليانه تمام. الخيطة بتاعته حلوة قوي، هي مبرومة كذا برمة كده، وفيها فتلة بتلمع، شايفين حضراتكم فتلة دي اللي هي الجري دي، دي فتلة بتلمع مع الخيوط، خيوط شايفين رفيعة، بس هي في الشغل على فكرة مريحة جدا جدا. انا كنت خايفة من حتة ان هي بتفك من بعضها كده، لكن لا 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 ما حسيتش بيها خالص في قلب الشغل. طيب انا نفذت الشال دوت بالخيط ده اللي قلت لكم عليه، واستخدمت معاه الابره دي، الابره دي رقم 6.5، شايفه جايه واضحه ولا لا؟ ب 6.5 علشان خاطر الفتله معايا محمله. طيب يلا بينا بقى نبتدي كده ونشوف. احنا هنحط ده كده اهوت، انا هستخدم معاكم الخيط الابيض دوت، هنفذ معاكم الغرزة. ده خيط اليزا ماكسي. طيب بداية كده للغرزة بتاعتنا، احنا هنعمل غرزة البداية بتاعتنا. انا ممكن اشتغل معاكم برضو بنفس الابرة رقم 6.5 عشان الخيط سميك، وهاجي اسحب كده هوت هنا اهو تاني لو انتوا ما شفتهاش. هنجيب الفتله بتاعتنا كده اهي، ملفها على الصباعين دول بالشكل ده حرف اكس كده، وهاجي هنا كده انزل تحت اول فتله واسحب الفتله الثانيه بالشكل دوت، وهطلع عادي خالص هسحب كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده عملت عقده البدايه بتاعتي. طيب بعد عقده البدايه هرتفع بالسلاسل، 1 2 3 4 5 سلسلة، وهاجي هنا هوت في اول غرزة عملتها هسحب واطلع بغرزة منزلقة، هطلع من الغرزة كلها ودي غرزة منزلقة تمام كده. يبقى انا كده كونت عندي دايرة زي ما حضراتكم شايفين كده. هرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة، ودول هيكونوا عندي اول عمود تمام كده. هلف الخيط على الابره وهنزل
جوه الدايره دي، وهبتدي اعمل عمود كمان، عمود بلفه واحده عادي خالص، والف الخيط تاني وانزل كده جوه الدايره واسحب الخيط، واسحب من هنا اطلع من اول لفتين، واسحب كمان مره واطلع من اخر لفتين. خلصت كده 3 عمود بلفه، هاخد سلسله واحده والف الخيط تاني على الابره، وهنزل جوه الدايره تاني، وهبتدي اكون مجموعه تانيه من 3 عمود بلفه. كده اول عمود معايا، كده تاني عمود، وكده العمود رقم، كده تاني عمود، وده كده التالت. يبقى انا كده كونت مجموعة تانية من 3 عمود بلفة. هاخد سلسلة واحدة وهاجي هنا اهوت، هلف الخيط تاني وهنزل اعمل كمان مجموعة تانية، عمود بلفة كده واحد، كده العمود رقم 2، كده العمود رقم 3 زي ما حضراتكم شايفين كده. تعالوا بقى كده نشوف احنا عملنا ايه. احنا اول حاجة قفلنا الدايرة بتاعتنا وارتفعنا 3 سلسلة، وحسبنا دوت معانا اول عمود بلفة. بعد كده كونت 2 عمود تاني بلفة، وبعد كده عملت سلسلة هنا، وبعدين رحت عملت 3 عمود بلفة تاني مجموعة تانية، وعملت سلسلة تمام، وبعد كده كونت 3 عمود بلفة تاني. كده انا خلصت السطر رقم 1. طيب بعد كده السطر رقم 2 هنيجي نرتفع سلسلة واحدة، وهنلف الشغل بتاعنا، وهنيجي ننزل هنا في غرزة العمود التاني، اسحب غرزة واطلع بمنزلقة، وكمان العمود اللي بعده هدخل جواه تحت حرف الفي، اسحب الخيط واطلع منه بغرزة منزلقة زي ما انتم شايفين كده تمام. وصلت للفراغ بتاع السلسلة، هدخل جواه واسحب الخيط تمام، وهطلع بمنزلقة، وهبتدي ارتفع 3 سلسلة، وهيكونوا عندي دول اول عمود معايا. بعد كده هلف الخيط على الابرة، وهعمل كمان عمود تاني بلفة، وكمان هنزل اسحب الخيط واطلع، يبقى عندي 3 عمود بلفة زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت تمام. هاخد سلسلة واحدة وهلف الخيط على الابرة، وهنزل في نفس المكان تاني، وهكون مجموعة تانية عبارة عن 3 عمود بلفة. كده 2 عمود بلفة، وده كده العمود التالت. معلش الخيط هنا اهوت، بس ايه كان محتاج ابرة اكبر من 6.5 بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت تمام. بعد كده اهوت هرتفع بالسلاسل، 1 2 3 4 5 سلسلة، واروح الف الخيط على الابرة، وهاجي هنهوت في الفراغ بتاع السلسلة، وهنزل جواها، وهبتدي اعمل مجموعة من 3 عمود بلفة. كده اول عمود هنزل تاني، 2 3 سلسلة، بعد كده اهوت هنزل تاني في نفس المكان، وهبتدي اشتغل 3 عمود بلفة تاني. كده اول عمود، كده العمود رقم 2، وكده العمود رقم 3، عايزة اوريكم بقى الشكل كده اهوت. كده اتكون معايا السطر رقم 2، شايفين الشكل بتاعه. طيب السطر رقم 3 هرتفع بسلسلة واحدة، وهلف الشغل كده، وهاجي هنا هنزل هنا اهوت
تحت حرف الفي كده، وهسحب بغرزة منزلقة، وكمان الغرزة اللي وراها هسحب بغرزة واطلع بمنزلقة. وصلت للغرزة اللي في النص هنزل كده هنا واسحب بمنزلقة، وهنا هوت هبتدي ارتفع 1 2 3، ودول هيكونوا عندي اول عمود. وهلف الخيط على الابرة تاني وانزل في نفس المكان وابتدي اعمل عمود رقم 2 كمان مرة، العمود رقم 3 زي ما حضراتكم شايفين كده. عملت 3 عمود بلفة. بعد كده هاخد سلسلة واحدة وهلف الخيط على الابرة وانزل تاني في نفس المكان واكون مجموعة عبارة عن 3 عمود بلفة كده، 1 2 3 كده، 3 عمود بلفة. وده الشكل اللي طالع معايا. هلاحظ هنا هوت ان الاطراف هنا هوت كلها هتطلع بغرزة المروحة اللي احنا شايفينها دهيت. تمام. طيب علشان بقى اكمل هعمل 1 2 3 4 5 سلسلة، وهاجي هنا هوت في السلاسل. شوفي هنا بقى ليكي حرية الاختيار، احنا ممكن نخش نعد 1 2 3 وادخل هنا في الغرزة رقم 3 واسحب وهعمل غرزة حشو، اوكي. وممكن ما تخشيش في الغرزة لو الغرزة هتضايقك وعايزة تنجزي في الشغل، تمام. انزلي جوه جوه الفراغ كده، جوه خالص كده، فاهمين، واسحبي الخيط واطلعي بايه، بغرزة حشو. يعني دي صح ودي صح، الاسهل ليكي اعمليها. بعد كده هاخد 1 2 3 4 5 سلسلة، تمام، يبقى 5 سلاسل. وهلف الخيط على الابرة وهروح فين، هنا هو في الفراغ بتاع المروحة، وهبتدي اكون مجموعة تانية من العمدان كده. اول عمود، عمود رقم 2 والعمود رقم 3. بعد ما عملت 3 عمود بلفة هاخد سلسلة فراغ بينهم وهلف تاني وانزل في نفس المكان تاني وهعمل 3 عمود بلفة. الشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، الشكل ابتدى يبان معايا، شايفين حضراتكم. يبقى هنبتدي نطلع، هنلاحظ ان على الطرف هنا هو بداية الشغل في المروحة، وبرده نهاية الشغل بنتهي بمروحة، وفي النص هتبقى الفراغات دي اللي هي فيها سلاسل. هعمل معاكم كمان سطر تاني. خلصنا خلاص السطر رقم 3. السطر رقم 4 هاخد سلسلة واحدة وحلف الشغل بتاعي كده هوت، وزي ما قلت هنزل هنا هوت واسحب غرزة واطلع بيها بمنزلقة، وهنا كمان الغرزة اللي بعدها هنعمل منزلقة. ووصلنا للغرزة اللي في النص خدناها منزلقة وهنرتفع فيها 1 2 3، ودول هيبقوا عندي عمود بلفة زي ما اتفقنا. وهندخل جوه نكمل باقي المروحة بتاعتنا اللي هي عبارة عن 3 عمود بلفة سلسلة و3 عمود بلفة تانيين في نفس المكان. زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام اهو. يبقى احنا طالعين، بصوا ازاي بقى كده طالعين كده زي ما قلت كده في بداية السطر بغرزة المروحة، مستمر كده معايا في ايه، في كل الارتفاع. بعد كده هوت هياخد 1 2 3 4 5 سلسلة، وهاجي هنا هوت في اول فراغ سلاسل يقابلني هدخل جوه كده وهعمل غرزة حشو. بعد كده 1 2 3 4 5 سلسلة، وهاجي هنا هوت برضو في الفراغ التاني هنزل واعمل غرزة حشو.
وبعد كده هوت هعمل 1 2 3 4 3 4 5 سلسلة، والف الخيط على الابرة وهاجي هنا هوت في الفراغ بتاع المروحة اللي في النص، في الغرزة اللي في النص، وهننزل نبتدي نكون مروحة تانية عبارة عن 3 عمود بلفة، 2 كده، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة تاني. اتنين، تلاتة، بالشكل دوت. عايزة اوريكوا الشكل بقى معايا. طبعا احنا بعد كده الخيط دوت هنداريه كده في الشغل بالابرة بتاعت التنظيف. ابتدى، شايفين حضراتكم كده ابتدى تبان معايا الغرزة، تمام. هنرتفع دلوقتي بالنفس السطور دي، هو تكرار سطر واحد بس اللي انا بكرره في كل سطر، تمام كده، على طول الشال اللي انا محتاجاه. السطر ده بيتكرر اللي هو بدايته قلنا المروحة 3 عمود بلفة، سلسلة 3 عمود بلفة، بعد كده 5 سلاسل، وهنزل هنا بغرزة حشو، 5 سلاسل بغرزة حشو، وخمس سلاسل وغرزة حشو، وخمس سلاسل، واروح ان هو في المنتصف بتاع المروحة، وهبتدي اكون غرزة مروحة 3 عمود بلفة، سلسلة 3 عمود بلفة، تمام كده. هنفضل نشتغل بالطريقة دهية لغاية لما نوصل زي كده، نوصل بالطول بتاعنا. انا هنا هو زي ما قلت لحضراتكم اهو، ابتديت اهو نفس البدايه اللي انا ابتديتها، وابتديت كل سطر برتفع كل ما العدد السلاسل بتاعتي بتزيد، طبعا خانه في العدد بتاعي، تمام كده اهوت. فهنبتدي نرتفع بكل الادوار وتكرار السطر دوت لغايه لما توصلي لطول الشال وعرض الشال اللي انت عايزاه. زي ما قلت لو عايزه سكارف اشتغلي سكارف زي ما انا اشتغلته كده اهوت، ده على الرقبه بيتربط من قدام، تمام. ولو عايزه تكبري طبعا هتكبري، هتزودي كميه الخيط بتاعتك. في الغالب هو لو هو نعمل شال كبير هيبقى 2 متر، وممكن يوصل 2.5 متر معاكي العرض الشال اللي هو على الاكتاف، هياخد معاكي من 4 بقرات ل5، يعني لو انت هتجيبي كميه هاتي 5 بقرات على اساس لو اتبقى يبقى كويس، لو احتاجتي هيبقى متوفر عندك، تمام. لكن بالنسبه للسكارف دوت ممكن 1.5 بقرة، حلوه جدا جدا، تعمل لك سكارف حلوه على الرقبه. طيب هنا بقى ان شاء الله كده انت لو حابه تحطي شراشيب هتعملي الشراشيب بتاعتك، او هتحطي لولي، يعني هتزيني بالطريقه اللي انت حباها، والاطراف طبعا، تمام كده. بس يعني انا مش عارفه الفكره دي انا ممكن اعملها ولا لا، يعني انا حاسه ان هو يعني علشان الخيط يعني مشغول وكده مش ساده، فحاسه ان هو لا يعني هو كده حلو، تمام. كده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. زي ما قلت لحضراتكم الغرزه بتاعتنا سهله جدا جدا، تقدروا تنفذوها، ومحدش يرتبط بنوع الخيط او النوعيه اللي انا بشتغل بيها. لو عندك اي خيط متوفر عندك تقدري تنفذي بيه الغرزة وتنفذي بيه الشال دهوت. حبايبي بكده يكون الفيديو النهاردة انتهى، بتمنى يكون الفيديو كان شرح سهل وبسيط عليكم. ولو ليكم اي استفسارات اكتبولي في الديسكريبشن بوكس، وان شاء الله انا هرد عليها على طول، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.